السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النموذج اللغوي اللي هو Arabic Large Language Model اسمه علام، ده معمول في السعودية بحيث ان انت تقدر تسأل اي سؤال ويقدر ان هو يتجاوب معاك بالعربي او الانجليزي او باي لغة، مفيش اي مشكلة خالص. وممكن ترفع له دوكومنتس زي PDF ويبدأ ان هو يترجمها لك، او ترفع له وثيقة وتقول له لخصها لك فيبدأ ان هو يلخصها لك، او صورة ويبدأ ان هو يلونها لك لو هي ابيض واسود، او ترفع له صوره وهو يبدا ان هو يشرحها لك، او تقول له اعمل لي صوره. فهو في كذا نوع من انواع الذكاء الاصطناعي زي ما انت شايف. هو التطبيق ان شاء الله هيكون كويس. هو تبع حاجه اسمها سدايه، دي في السعوديه، مؤسسه في السعوديه مهتمه بالذكاء الاصطناعي. تعال نوريك الموقع بتاعهم، الهيئه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي. بصراحه عاملين شغل جامد يعني. فالمفروض ان العلام ده هيكون يعني في المراجع والكتب العربية، بحيث ان انت تقدر تسأل سؤال فتلاقي اجابة مثلا عند ابن رشد او عند ابن خلدون وهكذا، اللي هي السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. في ابحاث موجودة وفي خدمات وفي قطاعات، في معلومات كتير جدا ممكن تستفاد منها. في بنك البيانات الوطني، يعني هسيب لكم رابط الموقع ورابط علام، ان شاء الله يعجبكم باذن الله.